عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش تعمل لايك نشترك في القناه وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهارده بيتكلم عن الجميله سمارة يحيى وان هي بتظهر باول اطلاله صيفيه، يعني كده كاجوال وشكلها جميل طبعا ورقيقه. والحاجه اللي زادت على سمارة الايام دي ان هي بدات تتفاعل مع جمهورها ومع محبيها ومع متابعيها بعد ما كانت انغلقت عن نفسها فتره طويله جدا، وبدات ان هي تتواصل معاهم وترد عليهم في الكومنتات وكمان تقول لهم يكتبوا اشياء وهم كتبوا لها حاجات وان هم بيحبوها جدا وكل التقدير وكل الحب. بدات ترجع تاني بشكل بصوره اجتماعيه تتفاعل مع الاخرين بشكل ايجابي جدا جدا. عند اسعد كتير جدا من متابعيها ومحبيها بعد اختفائها وعدم ردها لفترات طويله، هم دايما بيحبوا يطمنوا عليها ولكن هي بدات تتجاوب معاهم بشكل كبير. ربنا ان شاء الله يسعدها ويسعد الجميع يا رب العالمين ويريح قلوبنا جميعا ويرزقنا راحه البال. وبالنسبه ان في ناس طبعا كتير جدا بعتت لي رسائل وبتسالني عن هل فعلا انه الكلام المقصود بيه كدردشه وكان احنا بناخد راي بعض، يعني سالوني ان هل سمارة بتقصد اعذار التافهة فعلا هي بتقصد ابو جبل، لان في قنوات كتير جدا على اليوتيوب حاطين الموضوع ده. طبعا لا، هي سمارة بتحب تنزل من وقت لاخر، بتحب تحط حاجات فيها يعني زي تنمية بشرية، حاجات دينية، ادعية، حكم، مواعظ، يعني حاجات الناس تستفيد منها تنشر بيها الطاقة الايجابية، ما بتقصدش بيها اي حد خالص 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 على الاطلاق. يسعد كل واحد في حياته يا رب ويوفقه ان شاء الله. وكمان معانا اطلالة الاميرة سمارة باللبس والزي واللباس الجزائري التقليدي الجميل كالعادة، عليها متميزة وانيقة كالعادة. دايما في النهاية احب اقول لحضراتكم ان كل واحد ربنا يحميله حياته ما شاء الله، ونبطل ان احنا نحسد بعض، لان طبعا الحسد موجود ومذكور في القرآن والناس ما بتشوفش الا اللي عايزة تشوفه بس وتحسد عليه. لا، اللي يتمنى حياة حد ياخدها كاملة مكملة زي ما هي، يا اما تسيبوا الناس في حالها وارحموها وارحموا الجميع. وربنا يحمينا يا رب جميعا من عيون الناس الحاقدين والحاسدين اللي جواهم غل وحقد، يعني حاجة رهيبة ممكن يدمروا الدنيا وما فيها. اشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.